المحترم. اذا اهلا وسهلا متابعينا الكرام ومتابعي قناه شوف تي في قناه الشعب البث المباشر هنا مباشره من سوق التراكات. اليوم الخضره اصبحت رخيصه متابعينا الكرام، يوم الاحد هنا بسوق الترانكات، والخضر فهي موجودة بجميع أصنافها وأنواعها متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب. كاين المطيشة، كاين الفلفلة، كاين البطاطا، كاين القرع خضراء، كاين خزو الجعدة، كاين اللفت، كاين الخيار، كاين الفرو، كاين الباذنجان، كاين الملفوف، كاين البصل، كاين بطاطا حلوة، كاين الباذنجان، كاين الباربا، كاين الفكوس، كاين الليمون، كاين الفلفلة، بابريكا حمراء وصفراء كبيرة، كاين الخرشوف، كاين البروكلي، كاين اللوبيا خضراء، كاين القاع حمراء، كاين مطيشة سوليس، وكاين الربيع كرافس والمعدنوس والقصفور متابعينا الكرام. هذه الأنواع ديال الخضر اللي كاينة هنا في الحمامة البيضاء. بالنسبة للمطيشة متابعينا الكرام دايره 4 دراهم، وبالنسبة البطاطا كذلك دايره 4 دراهم. بالنسبة للقرع متابعينا الكرام خضرة فالثمن ديالها 6 دراهم، خزو الجعدة 7 دراهم، الخيار 6 دراهم، الفلفلة خضرة 8 دراهم، الفرو 5 دراهم، الخريطة بالنسبة للباذنجان الثمن ديالو 7 دراهم 8 دراهم، وبالنسبة للبصل هنا كما قلنا البصلة دايرة 6 دراهم، بطاطا حلوة الثمن ديالها غالي متابعينا الكرام دايرة 16 دراهم 15 دراهم هنا بأسواق الحمامة البيضاء. بالنسبة للباربا دايرة 5 دراهم القبيطة، بالنسبة للوبيا خضراء 14 دراهم، بروكلي 15 دراهم، القوق 12 دراهم، مطيشة سوليس 7 دراهم، بعد ما كانت 8 دراهم هما 7 دراهم. هذه الخضر اللي كاينة كتشاهدو معنا متابعينا الكرام بجميع أصنافها وأنواعها. Thank you.